معانا اتصال ام ياسين، عايزه تسالك يا مريم على حاجه. اتفضلي معانا يا ام ياسين. الو، ايوه مع حضرتك. ايوه تحت امرك. لو سمحتي كنت عايزه اعرف البروتين ده ينفع يتعمل للحوامل ولا لا؟ صعب. رودي مريم، في انواع مخصصه للحوامل، بس الاحسن ان احنا نعدي شهر الثالث وبعد كده نعمل. بصي يعني يا ام ياسين، انت الاول في الشهر الكام؟ في اول الخامس. اول ايه؟ اول الخامس. معلش عشان بسمعك، بس ان التليفون مش عايزه اعدي التليفزيون عشان اسمعك كويس. طيب اول اوكي ولا الخامس. يهمك. طيب هي مريم بتقولك ان في انواع اصلا بتكون ضعيفه، فيها نسبه الاحماض بتاعتها قليله، زي البوتوكس زي الفيلر، دي تناسبك جدا. يعني لو انت عملتيها مفيش مشكله، ولكن المتخصصه اللي بتتعامل معاكي تكوني قاعده في مكان حذرة فيه جدا. تهويه، ويا ريت تبعد اصلا عن الفرو. تمام. يعني هو بس هو مفيهوش خطر ان انا اعمله ولا حاجة. لا لا لا، بصي، هو لو كان زمان، لو انت خطر جدا. المكالمه دي كانت من سنتين ثلاثه، كنت انا بنفسي هقول لك لا. لكن دلوقتي يعني الانواع اللي طوروا منها دلوقتي، والشركات المنافسه ابتدت كل واحد عايز يعمل منتج منافس ما يكونش فيه ضرر. بصراحة ما انا كنت نفسي اعمله، لان انا شعري مش مرتاحة فيه خالص. شعري تعبني جدا نفسيا وجسمانيا، ما هو نفسيا للاسف تعبني جدا. الشعر ده، بصي، هو تعب نفسيه الشعب المصري كله. فزي ما مريم بتقولك اعملي، في انواع لطيفه، ولو حابه تبعتي لنا بعد البرنامج ونقولك كمان ايه الانواع اللي انت ممكن تستخدميها. تمام. اهم شيء انا يا ام حابه ياسين، اروح اهم معاها. شيء ان انت بعد ما تعملي بروتين، نصيحه تمام. بقى، لازم مجموعه افتر كير ما يكونش فيها فوسفات ولا فيها اي حاجه تنزل بروتين. هي قطع الخط. فاحنا نكمل لها نصيحه، تمام. والنصيحه دي تكون لكل المشاهدين يا اصلا اللي ريت بتشوفنا. يا ريت الاهتمام. الاهتمام بعد البروتين يا جماعه. انت عملتي بروتين، الشعر ده تاج المراه زي ما بيقولوا، بيحسن النفسيه وبيعدل المزاج كده. انت نمت صحيتي شكل شعرك تحفه. بعد بقى، انا بعد ده لازم اخد فيتامين علشان الروتس الجديده اللي طالعه تطلع بشكل صحي. الشعر اللي معمول بروتين بيكون اصلا وزنه زاد شويه، الشعرايه اللي طالعه طالعه بوزنها الطبيعي. فطبيعي انا عندي وزنين في الشعر، هنا وزن طبيعي وهنا الوزن الزياده اللي محمل عليه بروتين او بوتوكس. لما انا بقوي الروتس الجديده نفسها فبتطلع قويه، بتحمل شعرايه من التساقط او التقطيع. فانت لازم تاخدي فيتامين، وانت كده كده ان شاء الله تولدي بالسلامه، تاخدي فيتامين عشان الرضاعه. الرضاعه كده كده بتضعف الجسم شويه، لان احنا مش بناخد الغذاء الكامل ولا الفيتامينات خالص. واحنا في الرضاعه، والكلام ده بيأثر على الجلد وبيأثر على الشعر لا، وبيأثر. وانا بنصح بالفيتامينات برضو، حتى لو بنوتة عادية ان هي برضو تاخد فيتامينات، لان برضو مش كلنا مهتم بالاكل وبالعناصر الغذائية اهتمام كامل، فعوضي ده بالفيتامينات. صح. المشكلة لا، زي ما انا قلت لك، اللي هو فاهمين، لا خلاص انا عملت البروتين، خلاص انا مش هعمل حاجة تاني، انا خلاص دفعت مبلغ فيه علشان ارتاح منه خالص، انا مش هعمل فيه اي حاجة تاني. المفروض ان الاهتمام يتضاعف، يعني الاهتمام يتضاعف بعد البروتين. هو الاهتمام.